السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، في هذا الفيديو الجديد على قناة كليز نايت التقنية. مهم أصدقائي، إن شاء الله من خلال هذا الفيديو سأشرح لكم طريقة لتهكير التطبيق الشهير، التطبيق الذي عرف نجاح كبير في الربح من الانترنت، سواء الربح بطاقة جوجل بلاي أو ربح رصيد باي بال أو غيرها. مهم أصدقائي، إن شاء الله سأشرح طريقة لتهكيره والحصول على بطاقة جوجل بلاي سريعا بسهولة جدا. مهم أصدقائي، ما عليك سوى المتابعة في مشاهدة الفيديو وضع لايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة. مهم، سأترك لكم رابط بالوصف لهذا التطبيق تقوم بتحميله، أنا سأقوم بشرحه، بعد ذلك سأقوم بشرح طريقة تهكيره والحصول على بطاقة جوجل بلاي ورصيد باي بال بسهولة. تابع معي. كما تشاهدون معي أصدقائي، هذا هو التطبيق، سأترك لكم رابطه بالوصف، تقوم بالدخول إليه، فهو لا يحتاج أي حساب أو أي شيء. تأتي إلى هذه الواجهة من هنا هكذا، تضغط عليها، ثم هنا تختار الهدية التي تريدها. الهدية هل 5 دولار أم 2 دولار، 3 دولار على الباي بال، أم بطاقة جوجل بلاي 5 دولار، أم 10 دولار، أم 50 دولار. كما ترون معي هنا 5 دولار يعني 175,000 كليك، أما 10 دولار 300,000 كليك وغيرها هنا، وكذلك بالنسبة لهنا. مثلا أنا سأختار هذه بطاقة جوجل بلاي لمن يريد شحن ألعاب أو فري فاير أو ببجي، تضغط عليها ثم تضغط على أوكي هكذا. بعد ذلك ستظهر لك هنا 5 دولار داخل هذا المكعب، يجب أن نكسر هذا المكعب لكي نحصل على هذه 5 دولار. المهم تستمر هكذا بالضغط، هكذا في الضغط، وحتى تصل إلى هذا العدد من الضغطات وتحصل على هذه 5 دولار. يوجد طريقة للحصول على هذه الضغطات أو اختصار الضغطات من هنا، من هذا الواجهة. كما ترى هنا يعطيك 20 كليك ينقصها لك كل يوم، بالإضافة إلى انفيتي فريندز حيث تقوم بدعوة الأصدقاء، وكل صديق قمت بدعوته يتم إنقاص 1500 كليك. يكفي أن تضغط كوبي لهذا الكود وأعطائه لأصدقائكم. وهناك طريقة رائعة أخرى لتنقص 1000 كليك من هنا، تضغط 1000 كليك ثم تدخل هذا الكود هكذا، هذا الكود الخاص بي، وتضغط على سابميت. مباشرة بعدما ستضغط على سابميت سيتم نقص لك هنا 1000 كليك مجانا، 1000 كليك، لذلك لا تضيع عليك هذه الخيارين انفيتي فريندز ثم ادخال الكود من هنا. كما قلت تدخل هنا ثم تقوم بادخال الكود ثم تضغط على سابميت وسيتم ازالة 1000 كليك لديك. مهم اصدقائي، هذا التطبيق تقوم بالضغط هكذا، لكن هناك مشكلة في هذا التطبيق، حيث انه ما يعطيك هكذا، يقول لك شاهد اعلان لكي تستمر بالضغط، تقوم بشاهد اعلان هكذا وتستمر بالضغط. لكن اصدقائي يسمح لك فقط ان تضغط 50 مرة ثم تنتظر 10 دقائق. مثلا سأستمر حتى يعطيني أن أنتظر 10 دقائق، لأنه عندما تصل إلى 50 ضغطة سيطلب منك انتظار 10 دقائق. أنا سأريكم طريقة تهكيره والتخطي انتظار هذه 10 دقائق. المهم شاهدوا معي، سأنتظر حتى ما يعطيني انتظار 10 دقائق، فقط نشاهد الإعلان ونستمر في الضغط. سأريكم ماذا تفعلوا عندما يطلب منكم انتظار 10 دقائق وتخطيها دون انتظار، ستكملوا ان شاء الله. كما ترون معي قال لي انتظر 10 دقائق، عفوا 10 مينيت هنا. انت لا تضغط على اوكي، ستأتي الى هنا والخروج من التطبيق هكذا، وتذهب الى الاعدادات وتقوم بحذف البيانات بالنسبة للتطبيق. سنذهب الى الاعدادات ابليكيشن، ثم من هنا ثم تبحث عن التطبيق، ها هذا هو التطبيق، وتضغط على سيبريمي لي دوني هكذا، او حذف البيانات. بعد ذلك ستعود وتدخل الى التطبيق هكذا،
وتستمر في الضغط كما تروا معي، لم يطلب مني الانتظار 10 دقائق، وتقوم بتكرار هذه العملية. لكن لا تنسى هذه الخيارين، دعوة الأصدقاء و1000 كليك، فهي مجانية لك. مهم أصدقائي تقوم بتكرارها حتى تصل إلى هذا العدد. فهذه أسهل تطبيق للحصول على بطاقة جوجل بلاي أو رصيد باي بال. مهم أصدقائي، لا أنصحكم بنسخ التطبيق ثم إدخال الكود في هاتف واحد، لأنه سيتم حظر حسابكم. مهم أصدقائي، أتمنى أن تدعموني باشتراك ولايك للفيديو ليصلكم كل جديد من قناتنا. إلى اللقاء.